واجهنا فريق قوي، فريق الجيش الملكي، اللي عرفنا انه يدخل لهذه المقابله باش يتناسى عند الافاق ديال المقابلتين، كان عندهم حماس. احنا بالطبع تعمدت باش نجلس اربعه اللاعبين خوفا من الاصابات او من الارهاق. المجموعه اللي دخلنا اليوم بالطبع كنت تايق فيها، كنت مجنة من جميع النواحي. طريقه اللعب غيرنا في هذه المقابله هذه، خلينا الدفاع ديالنا باش يكون واحد التجانس للمقابله القادمه. اشتغلنا بوسط ميدان واحد واربعه المهاجمين، لان عرفنا ان فريق الجيش غيجي يتمركز الى الوراء وسيحاول يعني لعب كره مرتده. فطريقه اللعب طبعا طلبت من اللاعبين نضغطوا على الفريق الخصم في المربع ديالو، نسيدوا وسط الميدان.